في بيان طلعوه ناس حزب التحرير وقالوا فيه في البيان ده، وهو من صفحة واحدة بيتكلموا عن القدس وما القدس، وكل كلام باطل وكلام قلب للحقائق ومخالف لمنهج النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أن هذا البيان من أصله يمثل باطلا، لأنه مش فيه نصيحة للحكام، فيه تكفير لحكام المسلمين اليوم، وفيه تحريض الشعوب والناس على الثورة على حكامهم. وهذا البيان من حزب التحرير مليء بالمغالطات ومليء بالتناقضات ومليء بمخالفة الشريعة ومليء بالأفكار التي تضحك منها الثكلة، عرفتها؟ هنا بيتكلم وقال عن قضية القدس وما القدس، وإن الحكام تخاذلوا ما تخاذلوا في قضية القدس. نشوف قالوا الحل شنو، نشوف حزب التحرير الناس في شنو، حزب التحرير في شنو. أول حاجة، الحزب ده حزب منحرف، وهو يمثل امتداد لفكر جماعة الإخوان المسلمين. المؤسس بتاعه واحد اسمه تقي الدين النبهاني، وده تقي الدين النبهاني أصلا كان في جماعة حسن البنا، ثم أنشأ له حزبا آخر لا يختلف كثيرا في أفكاره وعقائده ومنهجه عن حزب حسن البنا المصري، جماعة الإخوان المسلمين. وهذا الحزب عنده أفكار تناقض الإسلام، حيث أن هذا الفكر التحريري يطابق تماما فكرة المدعو الترابي، نفس المنهج بتاعه، لأنه بيقولوا إنه ما بياخذوا بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم الآحاد، قالوا أي خبر آحاد نحن ما بناخذ به، وبالتالي في فهمهم هم قالوا نحن ما بنؤمن بعذاب القبر، ولا نؤمن بنزول المسيح، ولا نؤمن بأشراط الساعة، ولا بغيرها من العقائد الثابتة في القرآن والسنة. أول حاجة، الإيمان بخبر الواحد، يعني لو زول واحد جاب لك خبر وهو كان عدل في نفسه فمن الدين إنك تقبل خبره ومن القرآن. وهم في النهاية شالوا الفكرة دي من المستشرقين أعداء الدين اللي دارين يفرقوا بين الكتاب والسنة، ودارين يعملوا مناقضة وحرب بين كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي فلسفة أصلا جو بيها أعداء الإسلام من قديم، يقول لك الزول الواحد ما بنقبل خبره لأنه ما يمكن ما يسمع كويس، ويمكن ويمكن، وده كلام باطل طبعا، لأنه ربنا سبحانه وتعالى في القرآن، وده وهذا من الأدلة الآية دي التي استند عليها العلماء في ذكر قواعد التلقي والرواية والأخبار والجرح والتعديل. ربنا سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق، يا أيها الذين آمنوا مرقوا بها الكفار، لأن الكافر ما عدل، الكافر ما عدل، زول كافر بالله كافر أصلي، مما نشأ في الدنيا، خرج يهوديا أو نصرانيا ده لا يقبل خبره، ده أمر محسوم. كذلك لو إنسان متلبس بأمر كفره يقول لك يا أخ لابد تقبل أخبارنا، أنت شنو أنت؟ يقول لك والله طبعا نحن السادة التجانية وعندنا صلاة الفاتح، قال له امشي الحق ذاك، الحق ونط بغادي منه، ما عندك خبر بيقبله، فهمت؟ أنت وين؟ يقول لك نحن طبعا أنا يا دوب جاي من الزريبة. أهاوى البرع كيف؟ يقول لك: ألا يا رجال الغيب أنتم حصوننا، فما زال مسبولا على الناس ستركم، أيلحقني ضيم وأنتم حمايتي، وألهث عطشانا وقد فاض بحركم، فحاشا وحاشا أن تضيع عيالكم وأنتم عيال الله.
والأمر أمركم إذا شئتم. ده البرع قال كده، إذا شئتم شاء الإله، وأنكم تشاءون ما قد شاء لله دركم. ربنا قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فده يقول لك اسمع، دار أقول لك خبر، لا لا احتفظ به لروحك، أنت ما عندك أي خبر. فدي العدالة، أول حاجة العدالة بتخاطب المؤمنين. بعدك في المؤمنين ذاته ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بضوابط معينة. ربنا قال إن جاءكم فاسق، والفاسق كما قال علماء اللغة العربية هو مفرد، يعني زول واحد مفرد واحد يعني. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، يعني زول عارفين إنه فاسق لكن هو إنسان مؤمن، عرفته؟ فنقوم نمشي نتثبت من أمره، إذا لقينا زول تاني عدل صحح لنا هذا الخبر وغيره من طرق التثبت، فنأخذ بالخبر بعد التثبت. قال العلماء ويؤخذ من هذه الآية أنه لا يتثبت في خبر الثقة والعدل، وده من دين الإسلام، إنسان معروف بالعدالة وبالمنهج القويم، وأنه لا يكذب أو أنه لا يغير في الخبر، يحفظ الخبر يضبطه ضبطا جيدا، فده تأخذ خبر. دي آية واحدة. آيات كثيرة منها ربنا قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، مع الآية في قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، فالطائفة زي ما قال الإمام البخاري بيدخل فيها خبر الواحد. العلماء قالوا والنبي عليه الصلاة والسلام رسل إلى ملوك فارس والروم وغيرهم، كان بيرسل لهم الراجل الواحد، فلو لم يكن في خبر الواحد حجة لما أرسل الله إلى أمة كاملة رجلا واحدا. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام رسل لليهود معاذ بن جبل ومعاذ واحد، فده فيه دليل على الأخذ بأخبار الأحاد. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، فالقرآن ما بيأخذ بخبر الأحاد، ما أخذ بالقرآن، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بأمثال هؤلاء وقال ألا يوشك ألا لا ألفين أحدكم متكئ على أريكته شبعان. قال العلماء وهذا يدل على بلادته. أمشي راجع سنن ابن ماجة عشان ما تقول ألفاظهم شديدة، راجع سنن ابن ماجة إذا ما لقيته تعال قابلنا، فهمت؟ قال متكئ على أريكته شبعان، ده يدل على البلادة. يقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما أوتي رسول الله مثل ما أنزل الله كما قال عليه الصلاة والسلام، عرفته؟ فالسنة حق تأخذ بها، فهمت؟ وأخبار الآحاد ثابتة، وعذاب القبر وكذا ونعيم القبر ونزول المسيح دي ثابتة بأدلة كثيرة جدا، ولو ثبتت بحديث واحد لكان ذلك الحديث حجة. أسي كذا أزال بتاع حزب التحرير، طبعا الموضوع ده ما بيفهموه، قل لي أنت بتصلي أي أول شرط من شروط صحة الصلاة بعد الإسلام يا حزب التحرير شنو؟ يقول لك طبعا النية. أيوة النية ثبتت بشنو؟ بحديث واحد، واحد بس، أول حديث في صحيح البخاري إنما الأعمال بالنيات، ده بإجماع العلماء حديث أحد. لو قلت ما بتاخذ بحديث الأحد معناه يا حزب التحرير أنتوا بتصلوا، لو كنتوا بتصلوا من غير نية، وزول بيصلي من غير نية صلاة ما عنده، معناه أنتوا ما عندكم صلاة. ولا تقولوا لا بناخذ بالحديث بتاع النية معناه أخذتوا بحديث أحد، معناه منهجكم باطل، فهمت؟ المهم فهنا قال الحل لمشكلة فلسطين شنو؟ كذا أنت أضحك معي عشان تعرف إن ذات الأمة دي نظر الله إنه يرفع عنا الأحزاب والجماعات والفرق. أي جماعة تعمل فوقنا نحن نظرية، لو عرضت هذه النظرية على أم سيسي لطرشت من الضحك، والله الذي لا إله غير. طيب قال أيها المسلمون، طبعا كل كلام نفخ، وأيها المسلمون، ولما تسمع كذا تقول الزول ده عنده حاجة، زي ما قال المثل ركشة ببوري قندراني. طيب قال هل يختلف عاقلان
على كيفية إنقاذ فلسطين من براثن عصابات اليهود؟ قال في عاقلين بيختلفوا إنه كيف نحرر فلسطين. هاي ما بنختلف. طيب انت ورينا ومطلع البيان الليلة وما بتختلف. طيب قال هل يختلف عاقلان على كيفية التعامل مع أمريكا وأمثالها من الدول الداعمة اليهود؟ أليس إنقاذ فلسطين هو بأن تتحرك، ده الحل عندهم، بأن تتحرك الجيوش لقتال ذلك الكيان لقصم ظهره بأيديكم؟ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم يخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. أليس إنقاذ فلسطين يكون باتخاذ حالة الحرب الفعلية مع الدول الداعمة لكيان يهود؟ أليس هذا هو أمر الله العزيز الحكيم بإخراج الذين احتلوا أرض الإسلام وأخرجوا أهلها منها إلى آخر البيان؟ طيب هل ربنا سبحانه وتعالى ما قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ولا ربنا قال تبرق ساكت؟ هل الآيات دي النبي عليه الصلاة والسلام ما فهمها أعلم الخلق وأفضل الخلق؟ ما علم لما كان قدامه كفار قريش يطعنوا سمية رضي الله عنها في موضع عفتها بالخنجر حتى تموت، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فاهم الآيات دي؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام ما كان فاهم الآيات دي لما يؤتى ببلال رضي الله عنه ويوضع في الرمضاء الحر الرملة الشديدة الصعبة وتوضع عليه الصخور كويس، ثم يفتتن في دينه ويمر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ أو ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم معاني هذه الآيات يا حزب التحرير؟ ده نمرة واحد. فما أي ناس كفار أخذوا من المسلمين حق، بنقول للمسلمين من غير نظر إلى مصالح ومن غير نظر إلى مدى قوتهم إنه يمرقوا طوالي، وحزب التحرير ذاته بتلقاه بسيارته. عشان كده الأخوان المسلمين ذاتهم نقلوا عنهم عن حزب التحرير، وأنا أحيلك إلى الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة إنهم جابوا بيان لحزب التحرير يبيح فوقه القبلة من أجل الدعوة. ديل بيحرر فلسطين قال بيجوز القبلة، انت عارف الموضوع ده معناه شنو؟ معناه لو لقيت واحدة عاصية لله داير ترغبها في الدين تديها قبلة. ديل بيحرروا فلسطين، باقي ليك ديل بيحرروا فلسطين، ده حزب التحرير. واحد تلقاه حالق لحيته وتلقاه ثوبه كاري وبينكر انه عذاب قبر موجود او ما موجود ويشكك في العقائد الإسلامية وداير البلد تتحرر، وانه امرق الجيوش، امرق انت قدامنا نشوفك لما يفكوا فيك اثنين باليستي بعد ذاك نحن بنجي وراك، امرق انت اول. لكن ده كله كذب، بيحاولوا يدغدغوا مشاعر الناس. عشان شنو؟ عشان بعد شيء حزب التحرير يقول لك يدعوكم حزب التحرير الى ندوه، بعد الندوه يقول لك يدعوكم حزب التحرير الى المساهمه معه في منشوراته من اجل توعيه الامه. انت بتخش يا بيجاي والقروش طوالي بتخش الى جيباته، ما بتمشي منشوراته، انت فاهم؟ الناس بياكلوا بالدين، ياكلوا بالدين، يغشوا المسلمين. فلسطين كويس، القدس غيره من الأماكن هذه لا تتحرر إلا بالرجوع إلى الله. عشان كذا ربنا قال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. السودان ما عندهم حاجة، لا يهود لا أمريكا لا غيرهم، كلهم ما عندهم حاجة، المشكلة فينا نحن ديل. إن تنصروا الله ينصركم، أصل إذا حققت فعل الشر ربنا بحقق لك الجواب طوالي. إن تنصروا الله أول حاجة بالتوحيد، بلد ملانا شرك، العالم تت ملانا شرك إلا من رحم الله. أمشي شوف مصر فيها كم ضريح، السيدة نفيسة والسيدة زينب وأحمد البدوي وراس الحسين ودمنهور، تلقى فيها الحصافية والشاذلية والكزنزانية وغيرها من الطرق. تعال السودان، سمانية، ختمية، تجانية، تسعينية، قادرية، غيره من الطرق، كلها طرق بتنشر في الكلام الفارغ والشرك بالله سبحانه وتعالى. ما من طريقة إلا يقول لك نحن ماسكين الكون، ما من طريقة إلا يقول لك نحن بنعلم الغيب، ما من طريقة إلا يقول لك نحن تدعونا
نحن المصرفين في الكون. أحمد الطيب ربنا ملك الكون 33 سنة، أحمد الطيب طرد ملك الموت، أحمد الطيب الملك عصى الله وجاء استشفع بأحمد الطيب، ربنا سبحانه وتعالى قبل شفاعته. الختمية يقول لك أنا الجليس على العرش المحيط كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالي. أحمد التجاني يقول صلاة الفاتح أفضل من القرآن 6000 مرة. ربنا ينصرنا كيف؟ ربنا ينصرنا كيف؟ ربنا يرفعنا كيف؟ ربنا يأيدنا كيف؟ يا ناس ما تغشونا نحن. إذا كان الصحابة ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد البشر، قال لهم الجبل ده ما تنزلوا منه، الجبل بس مكان جبل الرماد ما تنزلوا منه. 50 نفر كانوا سبب في ضياع الأمة. الآن كم مليون تابع للطرق دي؟ ما بيجيبوا علينا هزيمة؟ ما بيجيبوا علينا بلاوي؟ عشان كده الناس ما تلعب على روحها، أو عتغش روحها. وكثير من الأئمة إلا من رحم الله ما بدوك الحقيقة، يطلع فوق إما تلقاه صوفي أبو يطار وأبو يركة وأبو يشنبو، بيقى عامل زي الجرجير وهوس، فهمت؟ ما بديك الحقيقة. ولا تلقاه أخو مسلم تقول شغال في بتاعت الخريطة ديك النشرة الجوية، وانبثقت في فلسطين تاني مرقك، وانبثقت في ماليزيا، وانبثقت في زائر. يا ود الحلال كلم الناس في عقيدة عقيدة. مرة أنا صليت منبر جمعة بيتكلم عن أفغانستان والاتحاد السوفيتي والتحالف العالمي والعولمة الثالثة والانبساغ الحضاري، والناس ما له مالك يا أخ حاج فلان ده، قول له اعبد الله ونادي الله، ربنا بيرفعك وبيرزقك. يا ناس كلموا الناس، فهموا الناس العقيدة. كلامنا ده حار والله حار، وكثير من الخلق إلا من رحم الله ما بيقبلوا، لكن هذا هو الطريق الصحيح، هذا هو الطريق الصحيح. ربنا ما حينصرنا إلا إذا رجعنا إلى ديننا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. الليلة أنت المسلم مسلم بيصلي معك في الجامع، الإمام ذاته إلا من رحم الله، تقيف تقول لهم يا ناس ما أنا، خلوني أنا، ادعوني بعيد، أفتح المصحف ده، قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. بدل ما يقول لك جزاك الله خير الآية صح، أو امشي تأكد من الآية، يقوم يشيلك ويدعك برا، يقوم يقفل منك الماي. في ناس بيطفوا النور ذاته، فهمت؟ وموضوع طويل. الأمة تنصلح كيف؟ إذا كان القرآن ده ما بخش هنا في الأضنين دي ما قاعد يخش يا ناس. الأمة تنصلح كيف؟ إذا كان كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وهو خير البشر، حال كلامه بين الناس أنه آخر ما يرجع إليه. منهم رئاسة لجنة، ما دارين رئاسة حزب ولا نادي ولا روضة، ما دارين منهم حاجة، بس الناس تباري القرآن وتباري سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فدي دعوتنا للناس، والما دار يفهم ليفهمها، والما دار يفهمها بعدين احنا بلغناه. وان شاء الله تتواصل الحلقه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.